أهلا بكم كل أعزائي المشاهدين وكل أعزائي المتابعين، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة اليوم، وبحيي حضراتكم من كل مكان في العالم ومن كل الدول العربية الحبيبة والشقيقة ومن كل أنحاء الوطن العربي. حلقة جديدة فيها أخبار عجيبة وغريبة في عام 2022 اللي مش عايز يعدي على خير. احنا قلنا ونوهنا من يومين عن العاصفة اللي تحولت لإعصار وعملت دمار كامل في فلوريدا، دمار وقطع كهرباء عن الملايين مش عن الالاف ولا مئات الالاف. وكمان دلوقتي الجديد نشاهد تماسيح واسماك قرش في شوارع فلوريدا وامريكا بسبب هذا الاعصار المدمر، فهنشوف الفيديوهات والصور والتفاصيل مع بعض دلوقتي. وكمان عندنا اخبار عاجلة لكل من الدول الاتية: السعودية والمغرب والجزائر وفلسطين، فلكل احبابنا واشقائنا في هذه الدول اخبار هامة وعاجلة من هذه الدول. وكمان تصريح خطير جدا لبوتين يجري تشكيل نظام عالمي اكثر عدلا وبدون هيمنة القطب الاوحد، اللي هو بدون هيمنة امريكا، نظام عالمي جديد يكون فيه عدة دول تسيطر على العالم وليس دولة واحدة مثل امريكا. فيلا بينا نشوف كل التفاصيل. وقبل ما نبدأ بفكر حضراتكم بعمل اللايك للفيديو، ما تبخلوش علينا بيه عشان نقدر نستمر. ولو حضرتك جديد معانا وعايز تسلم وتشوف كل جديد في كل لحظة وكل ثانية، ياريت تشارك في القناة وتفعل الجرس. وكمان بنفكر حضراتكم ما توقفوش الفيديو عند حضراتكم، ياريت الفيديو يا جماعة تنشروه وتعم الفائدة على الجميع. وبنبدأ ونشوف اول خبر معانا، وهنجيب هذا الخبر الهام. طبعا إعصار إيان يتسبب في فيضانات وانقطاع الكهرباء على الملايين، وداح الآن دلوقتي وأنا بكلمكم يوم 29 سبتمبر 2022، وهنشوف التماسيح والقروش اللي كانت في الشوارع. ولما نشوف حاجة زي كده وغضب من الله سبحانه وتعالى على هذه الدول، فنقول الحمد لله ونقول اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والحروب، وانزل رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين. امين. ساعدوني ان احنا نقول مليون امين، ونخلي مليون انسان يقترب من الله ويقول هذا الدعاء ويقول امين. هنشوف معانا دلوقتي طبعا اللي احنا شايفينه ده، حتى الآن وأنا بكلمكم فلوريدا بتغرق، يعني أكن كده قرار إلهي بمحو فلوريدا دي من على الأرض. اللي شايفينه بحار في الشوارع، ده كلها بيوت ودي كانت شوارع وأصبحت الآن بحارا، تسبب واحدة من أخطر العواصف التي ضربت الولايات المتحدة منذ سنوات في قطع الكهرباء عن ملايين السكان في فلوريدا، بالإضافة إلى فيضانات بعدد من مدن الولاية. وضرب إعصار إيان ساحل فلوريدا بسرعة رياح بلغت 241 كيلو متر في الساعة، اعتبارا ده من يوم الأربعاء اللي هو امس 28/9. يعني تخيلوا يا جماعة يعني ايه سرعة رياح 241 كيلو متر. لو العربية انت ماشي بيها بسرعة 120 كيلو متر بتبقى عبارة عن طلقة طايرة في الارض او طايرة في الجو، طلقة. دلوقتي 241 كيلو متر في الساعة يعني بيقتلع اي شيء امامه. واظهرت لقطات مصورة مشاهد تحطم سقف مستشفى وسيارات غارقة في المياه واشجار مقتلعة من الارض. وانخفض تصنيف اعصار ايان حاليا من الفئة الرابعة الى الاولى، ورغم ذلك تلقى سكان فلوريدا تحذيرات بانهم سيواجهون اخطر 24 ساعة. واحنا بنقول لاحبائنا واصدقائنا اللي موجودين في فلوريدا ان اخطر 24 ساعة القادمة اللي هو من مساء
الآن حتى صباح الخميس، وبرضو في وكالات أنباء يا جماعة قالت حتى الجمعة، اللي هو الجمعة عند الأمريكان مش عندنا، يعني اللي هو الساعات القادمة المتبقية. كمان نشوف بقى معانا دلوقتي بالفيديو إعصار إيان يخرج تمساحا إلى شوارع فلوريدا، ونشوف الفيديو شكله ايه، ونشوف شكل هذا التمساح. وزي ما انتم شايفين التمساح ماشي وعايم في الشارع لكنه حاجة عادية جدا، وأكن ولا اي حاجة في وسط البيوت. وطبعا مش تمساح واحد، في فيديوهات كتير قدرت تصور عدة تماسيح بالطريقة دي، جرفها البحر او جرفها الانهار من كترة المياه ومن الامطار الغزيرة. ورصد مواطنون في مقاطعة ليك كاونتي التابعة لولاية فلوريدا الامريكية تمساحا يسبح في مياه الفيضانات التي تسبب فيها الإعصار إيان. وقال موقع وقناة ويش الأمريكية أن التمساح الذي جرى رصده يبلغ طوله نحو 3 أمتار وكان يسبح في مياه بمنطقة استور. ويأتي ذلك فيما حذر رئيس قسم الإطفاء من أنه مع ارتفاع مستويات المياه ستخرج بعض الكائنات البرمائية من المستنقعات مثل الثعابين والتماسيح. وفي وقت سابق أظهر فيديو آخر سمكة قرش تسبح في المياه، ومعانا الفيديو بتاعها، ونشوف برضو سمكة القرش عاملة إيه. وادي الفيديو لأسماك القرش التي تسبح زي ما انتم شايفين، هذه سمكة القرش وبتسبح بكل حرية في الشارع، وطبعا المية جرفتها مع المياه. وهنا بيقولوا ودي صورة السمكة مكبرة للي ماشي بعربية، ودي مراية العربية باينة، وسمكة القرش جنبه في الشارع عادي جدا. بالفيديو قرش يسبح في شوارع فلوريدا، وده قبل 10 ساعات بس، يعني اليوم الخميس 29/9. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو ترصد الاثار المدمره للاعصار ايان، ومنها رصد لسمكه قرش في احدى شوارع فلوريدا. ويظهر في الفيديو الذي اثار استغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي سمكه قرش تسبح في المياه اللي اجتاحت شوارع ومدينه فورت مايرز في فلوريدا. واحنا شفنا الفيديو، وطبعا إيان يقصو على فلوريدا ومخاوف من فيضانات كارثية، وده برضو لإخواتنا وأشقائنا اللي موجودين في فلوريدا. وهنا نشوف إن الطيارات حتى اتكسرت وتهشمت، وإحدى المطارات الخاصة كل الطيارات اللي فيه اتكسرت بالكامل، وده اللي جاي في البريكنج نيوز. وحذر المركز ومقر ميامي من أن إيان إعصار خطير للغاية، وقد تسبب منذ الآن بفيضانات كارثية، وتسبب الإعصار بقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 1,000,000 مسكن، 1,000,000 مسكن يعني ملايين الأشخاص بحسب موقع باور أوتج. وده يخليك تقول إيه؟ يخليك تقول الحمد لله، من فضلكم قولوا الحمد لله ان احنا حتى الان بنواجه مشاكل، انا عارف اقتصادية ومشاكل مادية، ولكن لازم تقول الحمد لله. غضب الله وغضب الطبيعة طبعا من غضب الله حتى الان لم تمس دولنا العربية، فعايزك تقول الحمد لله وتستغفر الله طول ما انت قاعد، قول الحمد لله على اللي احنا فيه لغاية دلوقتي. معانا بقى الاخ بوتين هيجنن العالم، وده خبر مهم بتاريخ 29/9/2022. بيقول بوتين ايه؟ بوتين يجري تشكيل نظام عالمي اكثر عدلا، والهيمنة احادية القطب اخذة في الانهيار. والهيمنة احادية القطب دي يقصد بيها القطب الاوحد اللي هو امريكا، انها امريكا اخذة في الانهيار،
وفي تشكيل نظام عالمي اكثر عدلا. ونشوف هو بيقول الكلام ده. اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان الهيمنة احادية القطب اخذة في الانهيار، مشيرا الى ان العالم الان على عتبات تشكيل نظام عالمي اكثر عدلا. وقال بوتين خلال محادثة مع رؤساء وكالات الاستخبارات في بلدان رابطة الدول المستقلة: امام اعيننا هناك عملية صعبة لتشكيل نظام عالمي أكثر عدلا، وأوضح أن مثل هذا التشكيل مصحوب بمشاكل ظاهرة على السطح. وأضاف أن الهيمنة أحادية القطب تنهار بلا هوادة، هذه حقيقة موضوعية يرفض الغرب بشكل قاطع الاعتراف بها، ونحن نرى كل ما ينتج عن ذلك. وده كان تصريح مباشر، واللي احنا نعتقد ان في خلال 2023 القادم سيظهر كل مظاهر النظام العالمي. وزي ما قلت لحضرتك ان كل حاجة هتتغير في حياتك، التغير المناخي الكامل اللي ما شفناهوش قبل كده، والتغير في السياسة، والتغير في الاقتصاد، والتغير في السيطرة العسكرية. فعام 2023 عندنا فيديوهات كتيرة هنجيبها لكم عنه، ولكن قيل عنه هو عام البداية والنهاية، هو بدايات حكام جديدة ونهايات ممالك وحكام قدام، بدايات لنظام عالمي جديد ونهايات لنظام عالمي قديم، بدايات لتغير مناخي جديد ونهايات لتغير مناخي قديم. حتى اتكلموا في عن الحكام العرب، فبدايات لحكام عرب وممالك جديدة ونهايات لحكام عرب. فعام 2023 تابعوه في كل التغيرات العالمية الجديدة. معانا بقى لتونس خبر مهم عن تونس يا جماعة، آسف، عن المغرب. المغرب فيها توقيف عنصر من تنظيم الدولة الإسلامية داعش بتهمة التحضير لعمل إرهابي، وده يوم 29/9 يوم الخميس. وطبعا قلوبنا كلها وربنا يحمي المغرب الحبيب والعظيم من أي أعمال إرهابية، ولكن تم توقيف هذا العنصر قبل ما يعمل العمل الإرهابي. وأعلنت شرطة مكافحة الإرهاب المغربية توقيفها واحد اسمه موالي، أو هو موالي أو موالي لتنظيم الدولة الإسلامية بالدار البيضاء، يشبه بتورطه في التخطيط لعمل إرهابي، وذلك بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية. يعني أمريكا زي ما قلنا حط إيديها في كل المصايب القادمة، وقلنا تدمير العرب ده مخطط كبير، وتدمير الدول العربية مخطط كبير. وأوضح أن هذا التوقيف تم في إطار عملية مشتركة مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية، أسفرت عن شخص هوية الشخص المعني والكشف عن خططه الإرهابية وكذا وكذا. المهم الله يكون في عون تونس ويحميها، في عون المغرب إن شاء الله ويحميها. معانا كمان من المغرب، المغرب وإسرائيل يوقعان اتفاقية لتطوير التعاون الثنائي بمواضيع الطاقة. وأنا عارف إن الخبر ده هيضايق البعض، هم مش عايزين حد يطبع مع إسرائيل نهائي، ولكن الظروف والأسواق والاقتصاد يحكم في بعض الأوقات. وهنا نقول الخبر، وطبعا ده المغرب وإسرائيل. وقع المغرب وإسرائيل على اتفاقية لتطوير التعاون الثنائي متعدد التخصصات في قضايا الطاقة، ويشارك فيها 33 مجموعة بحثية إسرائيلية و20 مجموعة مغربية من مؤسسات مختلفة، ويشمل البحث المستقبلي تطوير البطاريات القابلة لإعادة الشحن وإعادة التدوير والطاقة الشمسية واقتصاد الهيدروجين والتعامل مع التحدي الرئيسي للمغرب وتخزين كذا وكذا وكذا. ولكن يهمنا الخبر الأساسي، وهو كان بتاريخ 29/9/2022. وطبعا أنا عارف إن ده هيضايق البعض الكثيرين من اللي رافضين للتطبيع مهما كان. خبر سيء في المغرب، مصرع 19 شخصا احتسوا خمورا فاسدة، وده كان يوم الأربع 28/9/2022.
وطبعا هم اللي ذهبوا للخمور، فانت حر بقى من اللي هيجي لك من وراها. لقت 19 شخصا في شمال المغرب مصرعهم بعد تناولهم خمورا فاسدة حسب وسائل إعلامية محلية يوم الأربعاء 28/9/2022، وده كان في مدينة القصر الكبير، وتوفي وفاة 9 أشخاص، وبعدين وصلوا إلى 19 شخصا يوم الأربع. وأضاف أن حالات أخرى كانت حرجة لكنها غادرت الإنعاش، مشيرة إلى أن أعمار الضحايا تتراوح بين 35 و50 عام. وجثمين الضحايا نقلت إلى مستشفى بمدينة طنجة المجاورة عشان يبدأ التشريح الطبي ويدققوا في حالة الوفاة. معانا بقى خبر برضو آخر للجزائر، وده خبر مفرح وكويس للجزائر وإخواتنا وأحبائنا وأشقائنا في الجزائر، فمبروك ليكوا وربنا يزيد هذا الخير. سوناترك الجزائرية، إنتاج الغاز سيرتفع بعشر مليارات متر مكعب في 2023، وهنا الجزائر هتبدأ في ضخ الغاز للدول الأوروبية وبالذات لأسبانيا. وأعلنت شركة سوناترك الجزائرية للمحروقات أن إنتاجها من الغاز سيرتفع بأربع مليارات متر مكعب في 2022 وبمقدار 10 مليارات في العام المقبل. وأوضح مدير الاستراتيجية والتخطيط كذا أن سوناترك تجري عمليات تطوير في عدة كذا، وقال عمليات التطوير الحالية لإنتاج كذا وكذا. ولفت مسؤول إلى أن إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي حاليا يقدر ب 130 مليار متر مكعب سنويا، ويوجه نحو 50 مليار منه إلى السوق الداخلية. ومنذ مطلع العام الجاري أعلنت سوناترك عن اكتشافات هامة للنفط، وقلوبنا مع الجزائر. وان هي وفي وقت سابق اعلنت الشركه انها لن تزيد كميات الغاز الى السوق الاسبانيه، مشيرا الى ان الزياده تتطلب استثمارات جديده. ولكن مبروك للجزائريين ومبروك لكل اخواتي واحبائي في الجزائر، ومزيدا من الانتاج ان شاء الله. معانا بقى من فلسطين الحبيبة، فلسطين الغالية، فلسطين الأرض المنهوبة والمحروقة والمحتلة، فقلوبنا مع أحبائنا وأطفال فلسطين في كل العالم، وقضية فلسطين هتفضل قضية أزلية أبدية لحين أن تعود فلسطين إلى شعبها وإلى الفلسطينيين ينعموا بيها إن شاء الله. ولكن هنا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يعطي الضوء الأخضر لاغتيال قيادات فلسطينية في الضفة بضربات جوية. ده كان يوم الأربع 28/9، وإحنا قلنا إن فلسطين دلوقتي فيها يعني ألبان ودربكة واضطرابات غير عادية من الكيان الصهيوني. ولكن خلي بالكو هنا أعطى الضوء الأخضر لاغتيال قيادات فلسطينية في الضفة، فربنا يكون معاهم، ومستنين الإخوة الحكام العرب ماذا سيفعلون أمام فلسطين. وأعطى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخاف الضوء الأخضر لاغتيال قيادات في الجهاد الإسلامي وكتائب شهداء الأقصى وحركة حماس في الضفة الغربية بضربات جوية. وجاء الإعلان وسط تهديدات بتكثيف حملة المداهمات الليلية لمدينة نابلس شمالية الضفة في محاولة لإلقاء القبض على مقاومين مطلوبين لسلطات تل أبيب. وطبعا الدنيا مقلوبة في الكيان الصهيوني وفي فلسطين الآن، وقلوبنا مع أحبائنا وإخواتنا في فلسطين. الجيش الإسرائيلي يقتحم مدرسة في الخليل، يعني هل ده كمان حتى المدرسة وحتى الطلبة؟ وطبعا في فيديو مش عارف هنعرف نجيبه علشان الصوت، ولكن الجيش الإسرائيلي دخل في قلب المدرسة في قلب الأطفال والشباب ولكنه مستباح كل شيء. وأصيب عدد من المعلمين والطلبة الفلسطينيين اليوم الخميس 29/9 خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي مدرسة في المنطقة الجنوبية من الخليل، وتوقف كالقلب
توقف قلب طفل فلسطيني بعد مطاردة جنود إسرائيليين له، يعني يحتسب الله إن شاء الله شهيدا. وعزائنا لأهله وعزائنا لأهل فلسطين في هذا الطفل البريء. وذكر مدير عام تربية الخليل عاطفي أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدرسة الهاجرية الأساسية المتوسطة وداهمت الغرف الصفية، ما أثار حالة من الهلع والخوف بين صفوف الطلبة. وتوفي الطفل الفلسطيني يدعى ريان ياسر علي سليمان ويبلغ من العمر 7 أعوام في بلدة تقوع بشرق مدينة بيت لحم في الضفة الغربية. عزاؤنا لكل أهالي فلسطين وشعب فلسطين الأبي العظيم، وقلوبنا مع أهالي الطفل الشهيد. وطبعا بنقول للعرب وبنقول للحكام، أين أنتم من هذا الانتهاك اليومي، انتهاك كل ساعة في الدول العربية، انتهاك في سوريا الحبيبة، وانتهاك في لبنان، وانتهاك في العراق، وانتهاك في ليبيا، وانتهاك في فلسطين. والدور عليكم، الدور عليكم. فالله يغضب على شعوبنا لما نسيب الأبرياء يقتلوا. نريد وحدة عربية، وحدة عربية متماسكة، وحدة عربية تقف أمام العالم كله. العرب بالمليارات ويقدروا يقفوا قدام العالم كله، ولكن الوحدة العربية، وننسى الفروقات التي بيننا الطفيفة والصغيرة، ونتحد يا عرب، نتحد يا عرب. أرجوكم هنواجه ما يعني ما لم يأتي في رؤوسنا، هنواجه مواجهات غير عادية. فالوحدة هي الحل الوحيد لخروجنا من المآزق القادمة. اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والحروب، وانذر رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين. امين. طالب من حضراتكم مليون امين، خلي صوتنا يصل الى السماء ان شاء الله. لم يتبقى لي الا ان اشكر حضراتكم على وقتكم وعلى وجودكم معي الى هذه اللحظة. بفكر حضرتك باللايك للفيديو ونشر الفيديو، ما توقفش المعلومة عندك، وخلي الناس كلها تعرف المعلومات الجديدة، وكمان الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. شكرا ليكم، اترككم في رعاية الله وامنه والسلام طبعا طبعا. ختام.